راسي كبير عندنا. انا فاهمهم بالكاد بلي هذا راك نديرو مركب رياضي في المجتمع. تبدا هذه واش عيطوا لك؟ نحن على ابواب الاحتفال بالذكرى المزدوجه لعيدي الشباب والاستقلال 5 جويليا. لدينا برنامج طموح وثري على مستوى ولايه قسنطينه والمتعلق بقطاع الشبيبه والرياضه، سواء فيما يخص الاشغال الجديده او فيما يخص اعاده تاهيل وترميم المؤسسات والمرافق الشبانيه والرياضيه المتواجده على مستوى قسنطينه. فبالنسبة للمسابح، إضافة إلى المسابح التي استلمناها في السنة الفارطة والمقدرة بخمسة، هذه السنة إن شاء الله سنستلم 5 مسابح. كذلك بالنسبة للملاعب الرياضية أو الملاعب البلدية، عندنا مشروع نتاع 8 ملاعب بلدية استفادت من عملية تأهيل وستستلم كذلك في الأيام القادمة، دون أن ننسى الرياضة الجوارية، الرياضة الجوارية التي أخذت نصيبها من ميزانية 2024، لأنه لدينا حوالي 50 ملعب رياضي جواري سيستلم قبل 5 جويلية 2024.